عمليات تصحيح الإبصار المختلفة. في 6 أنواع مختلفة لعمليات تصحيح الإبصار، مش عملية واحدة ولا 2، في 6 أنواع مختلفة لعمليات تصحيح الإبصار. الموضوع ابتدى بعمليات زي الليزك السطحي والليزك العادي، دي كانت بتصلح قصر النظر، طول النظر والأستجماتيزم، بس ما كانتش بالدقة الكافية. جه بعد كده عمليات مهمة زي عملية الكاستم ليزك. عملية الكاستم ليزك من اسمها، ده ليزر مفصل على قد الضعف اللي موجود عندي بالظبط. ده بيساعد أكتر في حالات الأستجماتيزم، بيساعد أكتر في حاجة زي التشوهات البصرية العالية، ويعتبر من أكثر العمليات دقة. الليزك السطحي من أهم العمليات في حالة قلة سمك القرنية. في حالة الليزك السطحي بيقوم سراع الليزر بتعديل سطح القرنية بدون إدخال أي آلات أو أدوات داخل القرنية، وده بيساعد الناس اللي هم سمك القرنية عندهم قليل، وبيساعد كمان الناس اللي بتمارس الرياضة كثرة. وعندنا الحاجة اللي بعد كده، الفيمتو ليزك. الفيمتو ليزك بيستخدم شعاع الفيمتو لفصل الطبقة السطحية أو الفلاب أو الشريحة. ده بنحتاجه في الناس اللي عندهم طول نظر مرتفع، والناس اللي عندهم أستجماتيزم مرتفع، والناس اللي عندهم سمك القرنية بتاعهم قليل. برضو العلم جه بأحدث عملية في عمليات تصحيح الإبصار، وهي الفيمتو سمايل. الفيمتو سمايل حقيقة من ضمن أحدث عمليات تصحيح الإبصار وأبرز تكنولوجيا تصحيح الإبصار. بنستخدمها أساسا في الناس اللي عندهم قصر نظر عالي مع سمك قرنية منخفض، وكمان بتفيد الناس اللي عندهم جفاف عالي بالعين، حيث أنها تمتاز أنها متتعرضش خالص لسطح القرنية، بل هو تصحيح داخلي من داخل طبقات القرنية. فالناس اللي عندهم جفاف كتير يقدروا يصححوا بفيمتو سمايل بمنتهى الأمان وبدون ما الجفاف يزيد عندهم.